صباح الخير عليكم، جيسبر راكم كاع ملاح وصحة لاباس ولا فامي وسي لاباس. مرحبا بكم لي كوزينتكم كوزينات لوتي. اليوم راح نقدم، خلوني ديجا جي اوبليي دو فو سويتي بون فيت دي مامون اللي كانت البارح. جيسبر نتمنى طولة العمر لكل الامهات في كل ارجاء العالم، واللي ماتوا ربي يرحمهم، والاولاد نصيحة بلكوا بلكوا تغفلوا على والديكم. فوالا، مباشرة بدون إطالة راح نبدأ في البلا تاعنا. دونك اليوم نهار اليوم راح نوجد لكم شطيط حاد باذنجان، على بكم على بالكم. دونك سي لا بيريود تاع باذنجان ولا لي زوبرجين كيما تشوفوا. دونك كاين بزاف كيفيات نقدروا بهم نطيبوا باذنجان. اليوم راح ندير لكم كيفية تقليدية وهي شطيط حاد باذنجان بور شونجي ان بو. دونك لتحضير هذا الشطيطه راح ندير كمية صغيرة. دونك عندي حبة باذنجان كبيرة كيما تشوفوا، عندي اون طوماط، رص تاع الثوم، يقوس داي، ملعقة كبيرة تاع الطماطم مصبرة، شوية تاع حمص، حمص فوالا، والملح ولي زيبيس بيان سيغ. أول مرحلة راح نديروها بسم الله على بركة الله. دونك في كسرونة ولا في مرميطة كيما تشوفو، فوالا. هنايا درت حوالي 3 ملاعق تاع زيت الزيتون وملعقة كبيرة تاع البوغ كيما تشوفوا. فوالا، شوية تاع البوغ وشوية تاع زيت الزيتون. عندي شوية تاع البولي. دونك اللي يحب يدير بولي، اللي يحب يدير لافيون دغوش، سي كوم فو فولي. فوالا، نديرهم فوق النار باش يتقلاو على غرضهم. هذه أول مرحلة اللي نديروها ما بين نبداو نوجدو الباذنجان. العملية الثانية اللي راحين نديروها، دونك قطعت الحبيبة تاعي تاع الطوماطيش ولا راس تاع الثوم، راح نرحيهم في هذا الرحاية. ولا ولا تقدر ترافيهم كيما تحبوا، كل واحد يدير حسب المرغوب تاعو. دونك هنايا عندي كمية تاع الماء اما عادي تاع الحنفية، راح نزيد عليهم الملح، كمية مليحة تاع الملح كيما تشوفوا. دونك واش راح ندير، راح نقطع الباذنجان تاعي في هذا الماء. بسم الله، راح نقطع الباذنجان تاعي دوائر كيما تشوفوا باش يعطينا الشكل شباب، باش نقدروا تاني نحشيوه لداخل. انا راح ندير لكم كيفيه جديده، شطيطه تقليديه بصح على طريقتي. علاش على طريقتي؟ راح نحشي الباذنجان تاعي بالفخوماج هكذاك حتى لي زونفو راحين ياكلوه بدون اشكال، باسكو على بالنا لي ليغوم لي زونفو ما يحبوش بزاف لي ليغوم. دونك فوالا، نقطعوه دوائر كيما تشوفوا بهذه الطريقه، ونرميوه في الماء المسالي هذاك. فوالا، نخليوه ان كارت دور 15 دقيقه في هذا الماء باش تخرج كاع الحموضه، باش تخرج كاع الحموضه تاعك. بعد ما تقلى شويه الدجاج تاعنا كيما تشوفوا على نار قليله، راح نزيد هذيك لا طوماط وهذيك لاي اللي رحيتهم. راح نزيد ملعقة كبيرة تاع طماطم مصبرة، كونسونتخي طوماط، غروس كويير، فوالا كيما تشوفو، ونبدا نتبل توجور على نار قليلة. دونك التوابل نبدا بالملح، الملح حسب الحاجه، فوالا اوف السال، بابريكا، فلفل احمر،
Alors, voilà. ملعقة صغيرة تاع بابريكا. بيان سور ولا راح نديرو كمية كبيرة تاع الشطح، ديرو بلوس تاع التوابل، شوية تاع راس الحانوت، ربع ملعقة صغيرة تاع راس الحانوت، مليح بالحار كيما بحالتي. دونك راح ندير تيمون ديسبيلات ولا فلفل حار، شوية كركمة، الكركم حوالي ربع ملعقة صغيرة، وفلفل أسود بوفغ نوار حوالي ربع ملعقة صغيرة أوسي. لي زيبيس بيان سور كل واحد يدير لي زيبيس لي يحب لي يفضلها. دونك كيما شفتوا انا ما كثرتش، درت برك شويه باش تعطي برك البنه. دونك نخلي هذ التوابل يعاودوا يتقلوا مع لا طوماط واللاي والبولي باش يشربوا من البنه. دونك على نار مهيله كل طون، ونخليه يكمل القليان تاعو باش يتشرب البولي، باش يتشرب من ريحه التوابل بيان سور. بعد ما تقلى عاودوا تقلاو مليح، راح نزيد ملعقه صغيره تاع البيرسيل. اللي عنده البيرسيل فري تقدر ديروا بيرسيل فري، انا ما عنديش. دونك ملعقه صغيره تاع البيرسيل كيما تشوفوا، ونمرق بماء سخون. فوالا انا درت ماء سخون تاعي في هذا الرحايه باش نحي البقايا اللي كان فيها باش ما نضيعوش. فوالا مرقوا برك بشويه تاع الماء قيس ما يطيب البولي تاعنا ولا اللحم تاعنا، ولا درتوه بالحم وسي تجي ما شاء الله بالحم ما شاء الله. دونك نمرق حسب الحاجه ونغطيه ونخلي البولي تاعنا يطيب. او باراليل راحين نوجدوا الحبيبات تاع باذنجان تاعنا. دونك راحين نوجدوا الباذنجان تاعنا او ميم طون. بعد ما مرض 15 دقيقة على ما خلينا الباذنجان تاعنا في الماء، دونك نحيوه وديروه في البابيي باش يشرب هذيك الزائد تاع الماء. فوالا وراحين نديرو عملية وهي نجوزو في الفرينة وديراكسيون نقليوه، نرميوه ديراكتمون في المقلاة. علاش نجوزو في الفرينة؟ باش ما يشربش الزيت، ما يشربش بزاف تاع الزيت. دونك اللي يحب يديرو في الفور تقدروا ديرو في الفور، فوالا كيما تحبوا. فوالا وهنايا نرمي الحبيبه تاعي، نحي لها الزائد، نرمي الحبيبه تاعي في الزيت، راهي سخونه نسبر راكم تسمعوا. دونك نقليوه نورمال كيما نقليو الباذنجان. فوالا اوك نحيو الزائد ونكمل كاع الكميه تاعي تاع الباذنجان بهذا الطريق. بعد ما كملت قليت كاع الباذنجان تاعي بالطريقه اللي شفتوها. دونك نجيب الفخوماج، اي نوع الفخوماج اللي عندكم، اي نوع الفخوماج اللي تفضلوه. دونك انا راح نقسم على 4 الفخوماج تاعي باش يعطيني كوش اون غروس كوش. دونك نحكم الحبيبه تاعي تاع الباذنجان باغ اكزومبل هذه. فوالا درت شويه تاع الفخوماج كيما تشوفوا، وراح ندير شويه تاع بيرسيل ولا معدنوس ولا عندكم الفخي با ميو. فوالا ونزيد هذيك اختها. فوالا هاوليك. دونك حشيت الباذنجان تاعي ونديرها في المرقه باش تاخذ برك غليه. دونك تقدروا ديروا هذه الطريقه، تقدروا ثاني تخليوه ناتوريل دونك هكذا ديروه ديريكتومون في المرقه تاعكم بدون فخوماج، بدون بطريقه سهله وسريعه كيما عودكم.
انا درت هذه الطريقه تاع الحشو بالفرماج باش ياكلوه لي زونفون كما قلت لكم في الاول. دونك سي ديفيسيل باش ياكلوا لي زوبرجين باغ كونت كي يشوفوه محشي كاين الفرماج لداخل راه ياكلوه بسهوله. دونك هي برك حيله. دونك اللي يحب يحشي يحشي اللي ما يحبش يدير ديريكتومون هكذا الحبيبات تاعو تاع باذنجان بعد ما قلاها وياكل بالصحه والراحه. بعد ما طاب الدجاج تاعي ولا لا فيوند حسب واش درتو وكاش ندير في هذه المرحله راح نزيد حبيبه تاع حمص وشويه تاع معدنوس. فوالا كما تشوفوا وراح نرمي الباذنجان تاعي الداخل باش ياخذ غليه. فوالا دونك كاين حبيبه باذنجان عفوا حشيتهم كاين الاخرين ما حشيتهمش. بسم الله هذه اللي حشيتهم دونك نرميهم باش ياخذوا برك غليه صغيرة. فوالا اوب هذو اللي ما حشيتهمش. دوك نرمي الباذنجان تاعي نخليه حوالي 5 دقائق ونحط عليه وشهية طيبة. البلا تاعنا جاهز شهيتكم في الجنة جيسبر اللي عجبتو الكيفية. ما تبخلوش عليا بدي لايك والابوني باش تعم الفائدة وباش تكبر القناة تاعنا ان شاء الله. ان شاء الله نتلاقاو في كيفية واحدة اخرى. الى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائما.